يوم 2 3 لا برضو عبد الله فريق الهلال عبد الله عمري نادي الاهلي ما هيفوت الفرصه دي. اقول لك على حاجه طبعا ان شاء الله مش هيفوت. انا في الاخر انا ما اقدرش اقول. انا بقول لك اهو من اسبوعين انا قلت لك بنسبه كبيره الفرقتين بره ده رهان جديد. انا بقول لك الاهلي في النهائي اصلا ده رهان تاني. لو انت لا لو انت فاكر انا قلت لك لو الاهلي عدى هيلعب نهائي. احنا كده الرهان البطوله الرهان الاولاني خدنا عزومه في رمضان خدنا في طفره هو داخل انا قلت لك انا في رمضان خلاص دي خدناها. انت الاهلي 2-3 خد بالك الهلال النسخه دي غير نسخ المصري افضل. لا كريم بص لك